من 6 سنوات كلنا نزلنا وقلنا ان احنا عايزين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يبقى رئيس مصر. اسباب كتير وحاجات كتير، بس انا النهارده هتكلم بعد 6 سنين عشت فيها حاجات كتيره. يمكن انا اولا كقبطيه حسينا بالامان، احنا فتره كانت بالنسبه لنا فتره كانت صعبه. دلوقتي قد ايه جميل لما رئيس الجمهوريه يجي عايد علينا في ليله العيد، قد ايه لما نقول العاصمه الاداريه اتعمل فيها كنيسه وجامع قبل ما يتعمل فيها اي حاجه، فطبعا دي بالنسبه لنا كانت نقطه فارقه. بمناسبه تولي فخامه الرئيس مقاليد حكم مصر من 6 سنوات، الحقيقه بنقول لسياده الرئيس الف شكر على كل حاجه عملها لمصر وللمصريين، سواء علاقات داخليه او خارجيه. احنا خدنا طاقه يعني جميله جدا، طاقه سياسيه جميله وحب للوطن اكتر واكتر. طبعا الامن، احنا دلوقتي طبعا الامن ما شاء الله يعني بقينا حاجه جميله جدا ومتامنين في الشارع وفي البيت وفي شغلنا وفي كل حاجه، الحمد لله. بالنسبه للامن يعني 100% الحمد لله رب العالمين. انت اقدر واحد في حكم مصر، واحنا كنا فين؟ كنا واصبحنا، كنا فين من ساعه ثوره 2011 ودلوقتي؟ في انتاج، في مشروعات بتتفتح كثيره في الطرق، في الكباري، في الانفاق، في الصوبة الزراعيه، في الزراعه زادت مساحه الاراضي الزراعيه 1.5 مليون فدان، القمح السنة دي زاد 3.2 من 10، والمستهدف يعني السنة الجاية هيبقى يزيد 100,000 فدان تاني. وسيادتك بتعمل على الاكتفاء الذاتي في ظل مواجهة كورونا.